جديد استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. بكل اختصار الان تابعت المحكمه مناقشه القضيه المعروضه عليها اليوم تخص مصحف الشيخ الدكتور تازي، ولا يخفى على الجميع اننا في جلسه سابقه كان الاستماع الى الاطراف، ولكن اليوم تم الاستماع خاصة إلى الشقيق ديال الدكتور تازي اللي هو عبد الرزاق التازي، والذي أكد جملة تفصيلة بأنه ليس له أي منصب بهذه المصحة، وأنه متقاعد، وأن حضوره إلى هذه المصحة إنما كان من أجل يعني مساعدة الأخ دياله الشقيق دياله بعض الأمور التي ليست لها صفة رسمية، وخاصة فيما يتعلق بمساعدة بعض الناس الذين هم غير قادرين على تأدية بعض المصاريف، وأنه في حدود 10% من الفتاة التي لا تتزوج 10,000 درهم فيتم معالجتها بتوصية منه، بذلك بخفض من المبالغ المستحقة عليها ومساعدة الزبون الذي لا يستطيع الأداء. هذا كل ما يمكن أن نقوله. تمت هناك مجموعة من المواجهات بينه وبين بعض المتهمين في هذا الملف، لكنه تمسك بموقفه، تمسك بكونه تلك الورقة التي عرضت عليه مكتوبة بخط يده إنما كانت هي فقط تتضمن مجموعة من التصريحات دياله أمام الضابطة القضائية يحاول أن يقوم بتلخيصها وإعطائها لصاحب المصحة الذي هو الشقيق دياله، لكن في ظروف غامضة يدعي يقول بأنه أخذت من مكتبه في غفلة منه، ولا يدري كيف وصلت إلى أيدي من يتهمه من الأطراف بكونه قد قدم لهم تعليمات بخصوصها، وأنه يجب أن يحفظها عن ظهر قلب وأن يدوبها إلى الشرطة الضابطة القضائية. هو ينفي هذه الواقعة ويتشبث كما قلت بأنها تم الحصول عليه بطريقة قانونية من مكتبه، كما أنه فيما يتعلق بالصور التي عرضت عليه المتعلقة بمجموعة من المرضى الذي تم التقاط صورهم في ظروف يعني مجهولة، يتشبث بأنه لا علاقة له لا بهؤلاء المرضى، ولا يحتك بالمرضى، ولا يحتك حتى بالمصالح التي يمكن أن تستقبل، لأن المرضى أول شيء يأتون إلى مصلحة استقبال، فيقول بأنه لم يعرج منذ سنة أو سنتين أو 3 سنوات إلا مرة واحدة، يعني استثناء على هذه المصلحة للاستقبال، ولا علاقة له بتاتا بما يروج المصلحة، ولا علاقة حتى بالملفات، ولا تصل الملفات إليه بطريقة إدارية، لأنه كما يدعي بأنه لا علاقة له بهذا الأمر. وذلك عرضت عليه النسبة التي تتداول في هذا الملف وتتعلق بين 10% و20%، يؤكد بأنه لا علاقة له بهذه النسبة، ولم يتم الوصول إلى علمه إلا عن طريق المحاضر واستقاد التحقيق. دائما تشبث بأنه فوجئ مجموعة من المعطيات، الآن فوجئ مجموعة من التصريحات التي يعني تطاله وتطال حريته وشخصيته، ويقول بأنه لا علاقة بذلك. هذا هو ما رجع أمامه. ثم أعطيت بعد ذلك الكلمة للدكتور تازي الذي بدأ في مناقشة الملف في أمام المحكمة بتصريح قوي ومؤثر جدا، لأنه كما يخفى على الجميع له ثقة مولوية أكدها أمام الهيئة وافتخر بها، وقال للمحكمة يعني بكل أريحية بأنه مستعد أن يساعد حتى السيد وكيل العام للوصول للحقيقة، وهذا موقف يحسب له بأنه يحاول أن يساعد المحكمة في الوصول للحقيقة، لأنه يقول بأنه لا علم له بهذه الأمور، وأنه لا يمكن له لا أخلاقيا ولا مهنيا، وهو الحاصل على يعني الدبلومات في المغرب وخارج المغرب، ولو كذلك براءة أن نسجل هذا في المغرب، نحن لا ندافع عنه، وإنما نقول ما رجع المحكمة يتشبث بأنه سيساعد المحكمة، لأن الآن يلا بدأت مع المحكمة، سيساعد المحكمة قدر الإمكان، سيساعد من أجل الوصول للحقيقة، سيساعد من أجل أن تضع مكامن يدها على كل هذه الخروقات، وأن تقف على من هو المسؤول عنها. يؤكد جملة مفصلة بأنه لا علاقة له بأساس من هذه الأفعال، لا علاقة له من قارب من جديد، وأنه القيد الذي يقيده هي الثقة المولوية أكثر من هذه المساطير والإجراءات، ويقول بأنه الثقة التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة هي تقيده ويجعل منه أنه عليه أن يبرز للمحكمة البراءة دياله، عليه أن يبين المحكمة بأنه لا يد له وأنه لا يمكن أن يفعل ذلك. إذن هذا كان موقفا قويا منه بداية يعني المناقشة معه، وأكيد بأن المحكمة ستأخذ وقتها الطويل يوم
تأخرت الملف لمناقشته مع الدكتور تازي في تفاصيله خصوصا في جميع التصريحات ديال الأطراف. ولكن احنا برجوعنا قبل أن تناقش المحكمة ليس في الملف ما يفيد أي طرف أنه يعني تكلم أو تلقى يعني تعليمات من الدكتور تازي، هذا لا وجود له في الملف، وهذا لعله يخدم مصالحه أكثر من ذلك، ونتمنى البراءة للجميع. هذا ما يمكن نقوله. أعتقد 24 في شهر 11 مع الساعة 9 صباحا يقرب 24 خصوصا الشباب فيهم في حالة اعتقال خصوصا الشباب فيهم في حالة اعتقال. هو جميع الناس الآن أبرياء، هذا هو المبدأ العام، وأنا تكلمت في قيدومي الإنسان اللي هو دائما أمام المحكمة لا زال موضوع شبهة، والمحكمة ستناقشه والمحكمة ستقول كلمته، ولا يمكن أن نقول أنه مدان إلا بعد أن يصدر قرارا نهائيا يدل هذا القرار أنه أصبح نهائيا مكتسب الشيء المقدمي وحجية، أنا ذاك نقول إنه قد ارتكبتك بعد. أما الآن كل أبرياء، أما هذا اعتقال فهو اعتقال احتياطي، في أي لحظة من اللحظات وأي مرحلة من مراحل التقاضي يمكن للمحكمة أن ترفع حالة الاعتقال، وهذا هو المضمون إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.